رغم الأزمات السياسية والظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، فإن شعبه متمسك بالحياة. المطربة ماجدة الرومي افتتحت مهرجانات بيت الدين الفنية في استاد قصر بيت الدين في لبنان، وعلى مدى ساعتين قدمت الرومي مجموعة من الأغاني الوطنية والرومانسية، لقيت تفاعلاً وحماساً شديداً من الجمهور. يعني نصتنا شو عم بيصير برا، كلنا طفينا تليفوناتنا بس نركز على ماجدة ونسينا شو في برا. ماجدة يعني نقلتنا لعالم تاني. اليوم اللي صار تعقيباً على اللي صار مبارح، نحن شعب ما بيموت، ما بيهزنا شيء ومندلنا ماشيين بالحياة. مهرجانات بيت الدين الفنية انطلقت للمرة الأولى في عام 1985، وتحولت إلى حدث ينتظره اللبنانيون والعرب للاستمتاع بفن نخبة من النجوم العرب والعالميين سنوياً. وأكد المنظمون أنهم مستمرون في إحياء هذا المهرجان رغم الأزمات السياسية التي يواجهونها، وتستمر فعاليات المهرجان هذا العام حتى 9 أغسطس المقبل. بالنهاية نحن ناس زهقنا، بدنا نعيش، مش تركينا نعيش. نحن بين إمبلي وإمبلي بنكمل الحياة، ومنلاقي مطرح لبسمة، ومنلاقي مطرح لشوية فرح بالفيليا قلوبنا. هيدا اللي ما في له غير تفسير. ساهم جمهور المطربة ماجدة الرومي في زراعة شجرة الأرز باسمها تكريما لمواقفها الوطنية من خلال الأغنيات التي تقدمها، خاصة في مهرجانات بيت الدين الفنية.